حتى الآن لم نستطع أن نؤسس جامعة واحدة نموذجية. حتى الآن لم نستطع أن نؤسس مستشفى نموذجي واحد. لماذا؟ ثم المأساة الأكبر ليس المشكلة في الأفراد. الأفراد العرب بارزون ومتفوقون في جميع الميادين إذا أتيحت لهم الفرص. وأنا أعتقد بخبرة العملية أن الأفراد العرب كأفراد أكثر تميزاً من أقرانهم في العالم كله. فلماذا مع هذا الغنى بالأفراد تخلفنا؟ إذا لم نحل هذا الإشكال، إذا لم نجب عن هذا السؤال، لن نستطيع أن نقوم بأي مشروع ثقافي. حتى الآن رغم كل هذا، آخذ مثلا في سوريا كبلد نسبيا أكثر يعني تقدما بعوامل تاريخية كثيرة، لا تزال سوريا تتألف من أفراد يقومون بالواجبات نفسها، لكن ليست لهم الحقوق نفسها. وأظن أن هذا المثل يضيء أيضا البلدان العربية الأخرى. فنحن لسنا مجتمع، ليس هناك أي مجتمع مدني في كل العالم العربي، ولا تزال الانتماءات بمختلف أنواع المذهبية والقبلية والعشائرية هي الأساس الذي يدير السياسة ويدير الحياة الاجتماعية. جوابي لكي يكون هناك مشروع هو الخلاص من هذا الثنائي السلطوي الديني الذي يدمر الحياة العربية والإنسان العربي والثقافة العربية. كيف نخلص من هذا الثنائي؟ كيف يتحول الدين إلى تجربة فردية لا تلزم إلا صاحبها؟ وكيف نؤسس السلطة على ديمقراطية حقيقية؟ وهذا أظن في الأفق الذي نعرفه شبه مستحيل. وإذا يستحيل أن نكون ديمقراطيين، وإذا يستحيل أن يكون لدينا أي مشروع ثقافي بالمعنى العميق للكلمة. الحلول تتحقق في الممارسة، وهذا كل ما لدي أنا. أنا يسعدني أن أحضر هذا اللقاء، لأنه صورة حية لهذا التفاعل بين الكتاب من مختلف الاتجاهات ومختلف الانتماءات، ولكن كلنا نحاول أن نسير في أفق واحد مشترك. فشكرا لمنظمي هذا اللقاء، وشكرا لمن عملوا على تحقيقه، وشكرا للمشاركين. ما دام الإنسان موجودا، وما دامت هذه الأرض الطيبة موجودة وهي دائما موجودة، لا خوف على الثقافة. تمر في انتكاسات ممكن، لكن سوف تنتصر الثقافة الإنسانية الحقيقية. لماذا نهضت بلدان كانت في نفس مستوانا قبل عقود وبقينا نحن أقل مما كنا عليه؟ ما الذي يفسر بلدان مثل رواندا أو ناميبيا أو سنغافورة أو حتى إسبانيا في الجوار
كوريا الجنوبية مضت بعيدا وعجزنا عن أن نبني نهضة لها؟ هذا سؤال مهم في مداخلة العزيز أدونيس. هذه الندوة كانت ندوة فكرية هدفها تطارح الأسئلة الكبرى للمرحلة، خاصة ما يتعلق بالمشروع الثقافي البديل ودور النخب الثقافية في قراءة وإبداع مفاهيم جديدة وأفكار جديدة للمراحل القادمة. وكانت المساهمات الأساتذة قيمة لأنها قدمت العديد من الآراء والأفكار التي حاولت فيها تفكيك تشابك وتعقد الوضع الراهن، وأيضا قدمت مجموعة من الأسئلة الهامة التي ستمكن مستقبلا من بناء مشروع ثقافي للمستقبل. اليوم كنفتتحوا الدورة 17 لمهرجان تويزا اللي كتنظمو مؤسسة مهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية تحت شعار في الحاجة إلى مشروع ثقافي بديل. وهذه الدورة هي واحد الدورة متميزة، دورة خاصة اللي كتجي بعد ما جلالة الملك قرر السنة الأمازيغية عطلة رسمية على غرار السنة الهجرية والسنة الميلادية. وهذه الدورة وعلى غرار الدورات السابقة غتشهد مجموعة من الندوات، من اللقاءات، من معارض، ومن كاين معرض الكتاب إلى غير ذلك.